حلوة دنيا. في ناس الجرح جالها جاب أجلها يدوب في يوم، وناس من بره عايشة وجوه بيشة من الهموم، وناس في الدنيا تيشة خف ريشة عشانهم، ولا مش زي دولا ولا زي دولا، أصل الرجولة تقع تقع تقوم. أنا جبل واقف ورافع راس أنا زي الآليف، أنا جبل عمري ما برجع خطوة ولا حوالي آليف، أنا جبل واقف ورافع راس أنا زي الآليف، أنا جبل عمري ما برجع خطوة ولا حوالي آليف، شايل حمول فوق الكتاف وبرضو ماشي ماشي، ولا حد ربعي ما شفت شاف وعادي ماشي ماشي، شايل حمول فوق الكتاف وبرضو ماشي ماشي، ولا حد ربعي ما شفت شاف وعادي ماشي ماشي، صابر أنا صبر الجمال ما بقتش فارقة، ولا خفت من الدنيا اللي كل نيابها زرقاء، صابر أنا صبر الجمال ما بقتش فارقة، ولا خفت من الدنيا اللي كل نيابها زرقاء، يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل ما يهزك ريح، ده انا حالة طرقة، انا حالة طرقة. يا روبي يا شيمي، ربنا يخليك، منورني. الغنى الشعبي يا جماعة، الغنى الشعبي ده له نكهة عندي بتحركني لأنه حقيقي جاي من القلب. طبعا المطرب الشعبي اللي معانا اللي ابتدينا على طول كده، فتحنا أستاذ فادي قال لك نبتدي على طول بالحلاوة. روبي، أنت اسمك روبي الشيمي ده اسمك الحقيقي؟ لا، الاسم الحقيقي عمر. عمر؟ عمر. طب ازاي بقيت روبي الشيمي بقى؟ هو جه من المدرسة، من الطفولة يعني. من المدرسة؟ مش انت اخترته كاسم فني يعني؟ لا لا، هو كان ايام الطفوله وانا صغير كان في برنامج اسمه روبي وكده، وكنت انا بحب اقلده، فصحابي بقوا بيقولوا لي يا روبي، فخلاص طلع على اسم روبي. على فكره روبي حلو ومميز، مفيش كتير يعني كده الواحد يحفظك على طول. اعتقد اللي اكتشفك او اللي اول حد كده يعني من الفنانين كان عمرو سعد، مش كده؟ عمرو سعد اول حد ظهرت معاه في مسلسل، وغنيت معاه غنوه في مسلسل اسمه وضع امني. وكانت هي انا جبل اللي انا غنيتها لحضرتك. هو شافك ازاي عشان يقول لك تعالى غني؟ هو الشهادة اللي برضو يعني ايه، استاذ عمرو سعد ما شافنيش، هو كان في مسلسل بيتصور وانا يعني مجتهد شويه في موضوع الفن ده، يعني موهوب بحب الموهبه بتاعتي. نعم. فبسعى وراها وبجري وراها طبيعي. فلما عرفت بتصوير المسلسل فين وكده، رحت وسلمت على المخرج. نعم. وعرضت عليه ان انا مطرب وعندي غنوه وعايز حضرتك تسمعها، مش عشان تطلع في المسلسل، عشان اخد راي حضرتك بس، يا حلوه ولا وحشه بس. مين المخرج اللي كان وقتل؟ المخرج الاستاذ مجدي احمد علي. مجدي احمد علي ده استاذنا الكبير. استاذ مجدي. تمام. حاجه محترمه. فرحت وبرافو عليك. دخلت الحلقه دي كل حلقه الطموح على فكره. قاعد عنده طموح وحافز وهجم. فعلا. ايوه كده، انا دخلت عليه فعلا بجراءه، وهو اتقبلني وحد محترم جدا، انا بشكره طبعا طبعا، ده عبقري. قابلني مقابله كبير. كويسه.
فسال عمرو. بص بص استنى استنى عشان ما تقولهمش كده، لا انا عايزه بقى افصفص. تمام. رحت له كده بقى مثل لي الحاله، دخلت انا احمد، استنى انا مجدي اوكي، انا عارفه شكله وحلاوته. المهم دخلت قلت له ايه؟ ها نمثل. انا دخلت عليه قلت له مساء الخير استاذ مجدي، ممكن اخد من حضرتك بس دقيقه او دقيقتين؟ فقال لي اتفضل يا حبيبي اؤمر. قلت له انا مطرب وبغني وكده، بس يعني ايه يعني فني. قلت له ايه؟ غنيت له ايه علشان يدي لك ودنه؟ غنيت له هو يعني في ساعتها، ساعه ما كلمته انا ما غنيتلوش، انا عرضت عليه ان انا مطرب وكده، ما كانش فاضي، كان مشغول بتصوير المسلسل. فقال لي طب يا حبيبي هات لي الغنوه على فلاشه وانا هسمعها وهقول لك رايي. انا مكانك ما كنتش عملت كده، لسه بقول طموح، انا كنت دخلت وانا بغني اللي هو ماشي. ما انا ما حبيتش اعمل، طلعوا الراجل ده بره، ما حبيتش اعمل كده بقى عشان ما يحصلش معايا موقف من اللي بشوفه بيحصل مع فنانين كتير وحصل بالفعل. ف طبعا طبعا خفت وخدت حذري. لا دخلت بادب واخدت الفلاشه والحمد لله، وغنيت له في الفلاشه ايه بقى؟ علشان كان في اغنيه انا كنت عاملها كانت اسمها بتحايل على الايام. بتحايل على الايام. بتحايل على الايام. حلو. كلمات صلاح عطيه والحان مين؟ سيد راضي وتوزيع طه الحكيم. الله الله. كلامها كان جميل يعني، فانا قلت له حته منها كده صغيره، فهو كان عايز يسمع صوتي اذا كان صوتي. بس انت اخترت الاغنيه دي عشان يسمع صوتك، يبقى هي يعني مناسبه لطريقه ادائك ولصوتك. بالظبط. كوبليه وروفران كده بس على السريع. هي بتقول أيام أيام وقلبة والشهاغة ويا مراضي، أيام نزل علي بتقلها على طول أزية، مستغلباني ومغلباني والمر يخلص بتعيده تاني، ماشية بكيفها والذل كيفها واللينا كيفها على نفسه جاني. الجدعان خلصوا والموجود فالصو، خلينا في خالصو نعتب على مين؟ انا قلبي معبي ومتستف احزان بالكون، والهم اصطادني ومتكتف مش قادر اقوم، مش لاقي الجرح يا ناس وصفه، يا ما نفسي ارتاح واروق وصفه، مش لاقي الجرح يا ناس وصفه، يا ما نفسي ارتاح واروق وصفه، بتحايل عليا مفرح، بتحايل عليا مفرح، الاقيها ترد تقول اسفه. حلو قوي. احنا شعب العربي كلنا مصريين وعرب، الكلمه هي اول حاجه اللي بتحركنا، الكلام يعني بيخليك كده جاهز انك تنطلق. احنا في ذكرى قريبه جدا لحد انا بعشقه، محمد رشدي. الله يرحمه. الله يرحمه استاذنا الكبير، ذي القيمه والقامه اللي فرض لون شعبي راقي خاص بي، مدرسه خاصه بي. طبعا استاذ محمد رشدي ده قيمه وقامه وفنان كبير يعني ليه تاريخ عريق. طب ما تيجي نحييه بمطلع اغنيه من اغنياته الكثيره الحلوه. هغني له ايه؟ رد البيبان يا بهية للناس يشوفوكي، داري العيون يا صبية للناس يحسدوكي، رد البيبان يا بهية للناس يشوفوكي، داري العيون يا صبية للناس يحسدوكي، ولا حد عدى ولا مرة هدى وشاف عينيها إلا وقال، قالوا عندها هي ظلموا البنية، قالوا عندها هي ظلموا البنية، قالوا عندها هي ملهاش حبيب ولا عزيز، رموشها تقتل ملهاش دواء ولا طبيب، قالوا عندها هي ملهاش حبيب ولا عزيز،
رموش هتقتل ملهاش دواء ولا طبيب قالوا عن بهية ويا ما قالوا واللي في هواها يا عيني ماله قالوا عن بهية ويا ما قالوا واللي في هواها يا عيني ماله وظلموا البناية يا عيني وكل الحكاية وكل الحكاية عيون بهية. الله 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 الله. إيه 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 يا روبي يا شيمي يا عظيم، إيه الصوت الحلو. انت اخدت اغنيه صعبه حره وانا قاعده عارف، انا قلت دلوقتي هنا هيقفلها عشان ما يطلعش الطلعه الصعبه، لا بتقفل يا ما شاء الله. الجديد بتاعك بقى ايه؟ انا بحضر دلوقتي غنوه اسمها وقت الوجع، هي وقت دراما الوجع. وقت الوجع بتقول وقت الوجع انت جايبها بالظبط. احنا في زمن الكورونا الوجع. فعلا احنا في زمن الوجع دلوقتي، في حاجات كتير قوي وجعاني فعلا. هتبقى يعني سينجل؟ ان شاء الله تعجب الناس برضو زي انا جبل كده. انا جبل يعني انا جبل حلو قوي، يعني عجب الناس بشكل غير طبيعي برضو فعلا. بس هي كان ظروفها معايا ان الاغنيه نجحت واتسمعت، لكن انا محدش عرفني برضو، دي كانت مسببه معايا مشكله. يعني معظم الناس اللي سمعت. انت كمان لازم ايه تطلع بانترفيوهات تقدر يعني زي ما شرفتنا كده وعرفنا الناس، ده اسمه روبي شيم، احفظوا اسمه. ربنا يخليك يا فندم. انا يعني مؤمنه جدا ان اللون اللي انت حضرتك بتغنيه ده من الالوان اللي هو له قاعده جماهيريه كبيره، فالمستقبل الجميل جاي. حلوه يا دنيا، حبيت اغنيه التتر صح؟ طبعا جميل. دي لوليد الحسيني، وليد الحسيني الملحن الكبير، ملحن محترم، وحماده الحسيني الموزع، وشوقي حجاب العظيم شاعرنا ما شاء الله عليهم. هو انا اشكرك جدا وعايزه اقفل برنامج حلوه يا دنيا بحلاوه صوتك كده، كوبليه ورفران، اختار ما تشاء. حاضر. اغني ما تفوتنيش انا وحدي. ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، ما تفوتنيش انا وحدي، افضل حايل فيك. ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك، خلي شويه عليا وخلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليك، خلي شويه عليا وشويه عليك. شكرا.